شوفينا اخونا شوفينا ماذا بك تشوفيه شوفينا فينا فينا فيه هو مشي فينا سي بون هاي يا خويا عرفنا وراك لك تعريف انا شكون أمين حسين مدير إنتاج في قناة الأنيس الفضائية أندلسي محمد أمين رئيس تحرير في قناة أنيس صحفي ومقدم برامج بلال أكسوح معد ومقدم برامج في قناة الأنيس الفضائية محمد أمين وخنيسة لانفوغراف وديزاينر تاع قناة الأنيس معد بن يوسف مقدم قناة الأنيس طبيعة الحال في رمضان راح يكون عندك تقسيم اليوم تاعك بين العمل وبين شؤون البيت صباح عادي الواحد يروح يباش العمل تاعو كنا مع تصوير طيلة شهر رمضان مع برنامج عبرة كما تابع المشاهدين الكرام في طيلة الشهر الكريم صباح نقوم بتصوير تاع الحلقات البرنامج رمضان هذا العام كان سبيسيال لم مازال يصير لنا رمضان كما عدا رمضان هذا السنة ربما تقريبا ككل سنة أنه كنت خدام في هذا رمضان في قناة الأنيس فكان اليوم مقسم بين تقديم البرامج ويعني سيرة العمل الإعلامي هو تقريبا ما كانش فرق بين أيامات رمضان وأيام العادية في العمل بالعكس أنا بالنسبة لي نلقى راحتي أكثر بالنسبة للتقديم في العمل أشوف أنا رمضان ولفت بين يعني معظم رمضان أقضي في الأنيس السنة هذه كانت شوية متميزة مع وباء كورونا السنة هذه ما قدرناش نروح لديارنا فرمضان كامل كان في الأنيس ومن هذا المقام نشكروا أخوتنا اللي كانوا معنا في رمضان فيصل وزكريا اللي ساعدونا في الفطور في مع قناة الأنيس وزيد الحجر الصحي الدار كنت ما بين الدار والخدمة وفي المساء أحيانا أنه قبل الحجر أنه نقضوا بعض الأشغال اليومية والمأكولات وفي المساء عنا تقريبا شوية صلاة اللي قدرنا عليها وشوية سهرة مع الأصدقاء والنوم والعشية الواحد زوج ثلاثة يخرج يروح المارشي يقضي شوية للعائلة ويقضي وش لازم في البيت ويدخل للبيت ربما يشارك في بعض الأحيان مع الوالدة في التحضير تاع الطعام وحتى أدى المغرب ويفطر ويصلي طاروح مع الأهل وهي رايحة كي الحق وقت المغرب لأن الحمد لله ما يغلبنيش ما يغلبنيش الحمد لله نجوز ولا بس شوية عندك هكذا نتشهى هكذا طابق معين نطلب من الوالدة طيبه أنا يغلبني رمضان في حاجة نتشهى يا أخويا رمضان ما يغلبنيش هو صح كاين تعب في رمضان لكن تعب عادي جدا بالعكس مرات في رمضان نحس بواحد الطاقة هكذا في العمل ما نلقاهاش في رمضان أنا في رمضان نحب شوف أنا كما يقول لك البوراك وشربة هذه حاجة صح وقهوة كحلة بصح هذاك الباقية يلا يسهل حريرة ومرمز أنا شربة 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 فريك حريرة انستغرام فيسبوك انستغرام للزوج زيد لهم سناب شات لهم تيك توك زيد لهم يوتيوب اكثر فيسبوك مع العيد مع العائله اصبح بما ان ما كسرت العيد هذا العام استثنائي الوباء هذا اللي راهو ربي كتبوا علينا هذه السنه اللي ربما تحرمنا من صلاه العيد مع الجماعه في المساجد للاسف كما تحرمنا من صلاه التراويح في المساجد ثالث شهر رمضان هذا ما منعناش اننا نصليوها مع العائله في البيت وكما صلاه العيد كيف صليناها في البيت مع العائله وانتقلنا القناه باش نعمل مع الزملاء الصحفيين نهار الاول تاع العيد كما تشوف هو تنفيق قناه الانيس حاولنا نقدموا اعلام هادف اعلام متميز ونكونوا مع الناس في ديارهم احنا ما توفرناش فرصه ان نكونوا في ديارنا لكن الحمد لله عوضنا ان نكونوا في ديار الاف ولا مئات الالاف من الجزائريين اليوم الاول تاع العيد كنا في الشاشه مع المشاهدين رافقناهم طيله اسبوعه العيد كان فيه ضيوف مختلفين حاولنا ان نرافق المشاهدين في هذا الفرح
نهار العيد كما كل عام نديرو يوم مفتوح في القناة الأنيس ونعرض الضيوف ونجوزو فرحة العيد، خاصة هاد العام مع الكورونا راه نسيو نقلو الفرحة للمشاهد الكريم. بمناسبة العيد الفطر المبارك تقدم بأحر التهاني إلى كافة الشعب الجزائري وإلى كل الأمة الإسلامية عامة. سأل المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله تعالى. يا رب إن شاء الله يعود يرفع عنا هذا البلاء والوباء ويجمعنا بالأحبة تاعنا والأصدقاء ويخلينا نتمتعوا بالحياة الطبيعية تاعنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله هو القادر على ذلك. قبل ما نقدم رسالتي نقدم تهنئة للوالدين والإخوة تاعي وكامل العائلة في ولد ميمون في تلمسان وبرا تلمسان. أما الرسالة تاعي نوجهها للجميع اللي شاهدنا الآن، نقول لهم باللي اقعدوا في دياركم، أرانا في وباء خطير. الحل تاع باش نقضوا على الوباء أننا نقعدوا في ديارنا، ما يكونش كاين الاختلاط هذاك باش ما يجيش الوباء ينتشر أكثر. يعني باش تكون بطل في هذه الأيام البطولة تاعك لازم تكون في تقعد في الدار. نقول لهم تقبل الله منا إن شاء الله رمضان الصيام والقيام، وإن شاء الله فرحة العيد نفوتوها كما قاع الناس، ونوصيكم برك في هذه الحالة تاع كورونا إن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء وما تخلطوش بزاف ما تخرجوش. بداية هذه تحايا طيبة إلى كل عائلة الأندلسي أينما وجدت، الأقرباء الأهل الأصدقاء نقول لهم عيدكم مبارك وإن شاء الله ينعاد علينا على كل الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات. هذه السنة واستثنائي جدا بسبب الوضع الصحي كورونا، فإن شاء الله أنه ينعاد علينا بالصحة مضاعفة هذا المرة، وتمنياتي أن الجميع يكون على قدر المسؤولية هكا حتى نحد من انتشار هذا الفيروس، والعام الجاي إن شاء الله نعيده ككل سنة عادية. نتمنى عيد مبارك لكل الجزائريين وكل عام هم بألف خير، ونقول لهم يريحوا في ديارهم. السؤال الأول أنا حافظه، السؤال الأول.